الحفلة كانت حلوة جدا، رأسنا لتحت بجد فجأة، ممكن اديها 2 من 10. جيم، اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج بريك داون، معكم فارس، والنهاردة هنتكلم عن اخر اصدارات مروان موسى وعفروتو من البومات عقد احتراف، فلوريدا دارك مود، بين قوس الملاهي، وسان ستيفا. من الاخر رأس مال السنة دي اتكلم عنهم، هل هم فوق ولا هل هم تحت، اتكلم عن حفلتهم الاخيرة عشان في كذا حوار كده ممكن نتكلم عنه، هنتكلم عن الموضوع كله. فخلينا نبدأ، خش بالانترو. اوكي، هو الفترة اللي فاتت الناس دي اشتغلت كتير قوي، الناس دي كانت كل شوية تراك 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 كليب تراك 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 كليب تراك تراك في ايه يا عم. الحلقة اللي فاتت انا عملتها اتكلمت عن 3 تراكات، تشامبيونز ليج وواحدة من مليون وبطل عالم، ساعتها كانت نازلة اوديو ما كانش لسه نزل الكليب بتاعها. وبعدين رميح عمل ريفيو شورت كده عن حدوث المانيا وعن نابالم، تلاقوهم في القناة تحت. بقى عشان عباسيت تصدر لك جيل انا فيه عامل فيها انا رازين. فمن ساعتها عفروتو عمل كليب اسمه اهواجي، ومروان بقى عينك ما تشوف الا النور يا باشا، الراجل بينزل ايبيين في نفس الوقت، يعني كانه بينزل البوم 12 تراك، فنزل منهم بيج مود فلوريدا دارك مود، ونزل بانوراما مع يونيو وانزو من عقد احتراف، حدوته الماني رميح اتكلم عنه، صاحبي من فلوريدا دارك مود، سواريز من فلوريدا دارك مود، سحمد ايوه من عقد احتراف. كده معانا تراكين من الالبوم ده، 3 تراكات من الالبوم ده، تراك مع عفروتو، 6 تراكات في اخر شهر، 5 منهم لمروان. ايه فيه؟ وسحمد لسه هينزل كليب على يوتيوب، انت فاهم احنا بنتكلم في ايه. في لحظه حسيت ان انا زهقت بصراحه، يعني خلينا نكون واضحين، بالذات ان معظم التراكات اللي نزلت الفتره اللي فاتت كانت واخده طيب شرقي شويه، بالذات من مروان، حسيت اللي هو ايه، لا بقى في ايه، هو ما فيش غيرك في السين يا عم، ما تهدى شويه. بس الراجل عامل اللي عليه، انا ما اقدرش الومه. شخصيا اكتر تراك عجبني من الفتره اللي فاتت دي كلها كان بانوراما مع يونيو وانزو، عجبني فكره ان هو اداهم دفعه في الالبوم بتاعه وسبوت لايت زي ده، كمان طلعوا معاه في الكليب بتاع بطل العالم، وطلعوا في الحفله بتاعت راس مال مع الشباب كلهم، وهم 2 رابرز فعلا يستاهلوا زقه زي دي، عندهم بوتنشال، عندهم تراكات اوريدي سنجلات حلوه جدا زي بينا معاد ليونيو ودون طالبيون لكريم انزو، دي ترشيحات يعني لو انت لسه متعرف على الناس دي. ومن التراكات السنجل عجبني برضو صاحبي من الالبوم بتاع فلوريدا، سحمد عجبني، بس مشكلته ان الناس ركزت بس في البار بتاع الناس دي بتشوفني تقول احمد السقا مش سحمد الأ، فاهم اللي هو ايه، حاسس ان التراك هلس، لكن انت لو سمعت بقيت التراك، تراك حلو جدا، تراك بيرقص كاتشي، الكليب بتاعته حلوه جدا، البارات اللي في الاخر، وده الكليب هيقوم بيه، الكليب لما الناس تخش تتفرج هيعجبها التراك جدا، هتبطل تركز في البارين دول. وطبعا بطل العالم وحدوته الماني هيتات رايقه جدا. فانت لو بتتكلم في ان السنه دي مروان موسى عمل الاي بي الاولاني اللي هو بيني وبينك كان فيه الومك وكان فيه يا سلام هيتات، الاي بي الثاني كان فيه كل شيء مزيان هيت، بعدين عمل ادريانا ليما تراك برده كان كويس جدا وجاب ارقام معقول، بعدين عمل الالبوم الثالث لو عقد احتراف في بطل عالم وفي حدوته الماني، الاثنين معديين المليون في اقل من 2 اسابيع. الاي بي الرابع اللي هو فلوريدا دارك مود هو اقلهم لحد دلوقتي، في تراكين ما عجبونيش اللي هم سواريز وبيج مود، ما سمعتهمش كتير او حسيتهم مكررين، في تراكين كويسين اللي هم تشامبيونز ليج وصاحبي، بس فاضل تراكين لازم يبقوا هتات قوي، فاهم يعني لو ايه، خلاص لازم دول يبقوا بوم عشان ينقذوا الالبوم ده. وعقد احتراف فاضل فيه تراك واحد اسمه عاش، ادينا رايي سريع كده عن كل الكات، تعالوا نفصص فيهم شويه، تعالوا نفتح بانوراما ونتكلم عنه بس. يا واو يا عجبني الفكرة بتاعت الكروت اللي كل واحد فيهم مدي ظهره، ولما بيغني جوه الكارت نفسه بيتقلب، مثلا لو مروان اللي بيغني فمروان جوه الكارت بيبص لك، بعدين يلف وشه تاني على ما حد تاني يغني، وحد تاني ده هو اللي يطلع بوشه زي يونيو مثلا او انزو. فكرة صعبة فشخ. واخد الدوري والكاش تظبيط رجلات، واخد الدوري والكاش دوري، مش عارف انا اي حد بقى بيجيب سيرة الدوري دلوقتي خلاص بقت برجم في دماغي، فيها سوبر فيها دوري، بس ما اظنش هو بينكش موسكو لان العلاقة بينهم ما اظنش انها وحشة، زائد ان موسكو صاحب انزو فشخ وهما الاثنين من الطلبية، احلى مساء على الطلبية، فلو هما اولاد جهة واحدة وصاب، فلو انت مش هتنكش موسكو في التراك اللي مع انزو ولا ايه؟ وحتى بالدوري مش هيتشك تراك كله برات كورة، الثيم المسيطر تماما على الالبوم هو عقد احتراف، والارت وورك عبارة عن هو ماسك التيشيرت بتاع مافيا وبعدين بيخرم كورة بالسكينة، فالكورة مسيطرة على الالبوم ده كده كده.
ما بحبش البارين دول حلوين قوي من يونيو. قال لك عايز اخد بريك من الكل، حاسس اني هودي في كيتكات عشان خد لك بريك، خد لك كيتكات وهاخد بريك من الكل، وممكن يروح منطقه الكيتكات نفسها لانها بعيده فاهم، فاللي هو هياخد بريك من كل الناس. وما بيحبش يتلون، قالت لاصحابها انه ريد فلاج، هو لونه كده، فاللي هو ايه ده، لا ده ريد فلاج احمر فاهم، عشان ما بيلونش كتير. بس ما بيحبش يتلون، فاللي هو ايه صريح قوي، فاللي هو ايه ده، لا مش حلو ده، مش عاجب. بس البارين حلوين قوي فيهم ورد بلاي سايد. انزل سقه سقم تمر بس ته في السله. انزل دخل ورمى برده بار حلو قوي، بيقول لك سقيهم تمر بس ته في السله، كامي حرف الته حطه في السله، سقيهم المر مش التمر. صحيح عادي في الاحتراف، عدى انا في الانفراد مارو مونا تمشي. اوكي ده الفيرس الاولاني من تراك بالكورس بكل حاجه حلو، بس لو انت ما كملتش الست دقايق او الست دقايق الا بتوع تراك، انت لو سمعت وصلت الحته دي ممكن تزهق، اللي هو هتحس ان التراك حلو بس انا سمعت زيه كتير والناس دول انا مش عارفهم اصلا، فاللي هو مش هخش اسمع. بس يا صديقي لو انت قفلت التراك في النص فانت فوت متعه جامده قوي. ليه؟ عشان السويتش اللي جاي ده. هنا التلاتة بيغنوا مع بعض، التلات كروت محطوطة في الوش وكل واحد فيهم بيرمي بار تقريبا او بيخشوا في بارات بعض اصلا. اول بار انا مش قادر اسمعه قوي، مكتوب في الديسكريبشن اصلا غلط، بيقول له تتاكل هنجيبك ونديرك، تتاكل من العيلة هنلمك على السبتة تقريبا حاجة زي كده. توقفت لنا في السكة ودفعت الثمن، دي تعتبر الكارتة. بار صار ما تجيش بدارك كانك باك شمال، نمسكك مان تو مان زي جوردي ألبا، هتقبل نفتح لك الباب ونقول لك خد في ايدك كلمة خارجة. الباب ونقول لك خد في ايدك كلمة خارجة. جامدة فشخ، سويتش جامد ومتوقعتوش فاهم، اللي هو فجأة انت بتهنج بكراش والتراك هنج مني فعلا. انا في الاول فكرت في مشكلة في السماعة، وبعدين بقى دخلوا حتة هارد كده والصوت ديستورتد وبتاع، وبعدين خلاص هنرجع نهدى تاني، بس مش هنرجع بقى البي تاني، هنعمل سويتش تالت، ودي حاجة صعبة جدا ان انت يبقى عندك تلات سويتشات في التراك اللي هو فيه تلات اشخاص. باصص على سقف طموحي لقيته بانوراما دبلوماسي عمري ما. الدخلة بتاعت يونيو في الفيرس التالت فكرتني شوية بمروان موسى في البوم بالمناسبة اللي كان في 2019 او 2018 على كده، في اول 2019 تقريبا. الروح القديمة دي في البيت، في الفايب، في الميلوديز، مش يونيو بيقلد مروان، بس الدخلة كده فكرتني بحاجه قديمه فاهم، حتى شكل البارات فاهم. باصص على سقف طموحي لقيته بانوراما دبلوماسي عمري ما بفلكس بالحصاده، اللي هو بارات شيك كده رايقه وبنت ناس ونظيفه فاهم. رد فعل رد فعل بعد شويه بس رجعت. التلاتة عاملين شغل محترم جدا يا جماعه، التلاتة نازلين على بيت يليق على التلاتة. حسيت ان الحته اللي في الاول دي مروان، والحته اللي في الاخر دي يونيو، والحته اللي في النص المجنونه دي شويه دي انزو، يعني كل واحد فيهم ده اقرب للتايب بتاعه شويه. عجبني جدا التقسيمه بين التلاتة، تراك محترم. واتظلم لان هو دخل في وسط حاجات كتير قوي، كان وقتها البوم ابي يوسف نزل، كان وقتها مروان موسى لسه منزل بطل عالم، وبعدها نزل حدوته الماني، فاللي هو ده جه في النص كده اللي هو ايه تاه، ودي حاجه مضايقاني لان التراك كان يستاهل سبوت لايت اكبر من كده. كل ما غيب ارجع لشاب جديد بيلعب في الكيسه، شاب جديد يعني شاب لسه جديد، مش شاب جديد اللي هو بتاع فلسطين، مش بينكشوا ولا بينكشوا معرفش، بس مظنش يعني ليه. وانا مش هنسى منين انا بدات، كانوا مستغربين ليه بحكي في مشاكلي على البيزا على التراك، يعني على البيت، لو انتم مستغربين انا ليه بتكلم مع المزيكا، كانوا مستغربين. دلوقتي بقى فهموا ان انا وصل قدام وان انا بقيت نجم وفنان وبتاع. حتى ليه تراك اسمه عارف اتغيرت عن زمان، لا مش انا اللي بتحلمي بيه، يمكن عشان بقيت فنان، مش هو ده الشخص اللي حبيتي. بسمع التراك ده برضه اتغيرت وبنا معاد، دي تراكات حلوه ليونيو انزوا واسمعوا عكس السير ودون طلبيهم، اسمعوا المروان موسى اللي انتوا عايزينه. فعاش شباب عاش، تراك حلو. تعالوا نبص على تراك تاني المروان موسى، نبص على صاحبه. اوكي اول تراك ما فيهوش حاجه قوي تتقال بصراحه، مش عارف اللي هو امسك الحته دي واقول اصل دي البارات اللي هنا جامده وبتاع. هو تراك من تراكات فلوريدا، والبوم فلوريدا كله سواء القديم او الجديد انت بتسمعه عشان هو مود كده لوحده، انت هتسمع الاي بي ورا بعض وهتخش في مود وبعدين تخرج منه بقى تعمل اي حاجه تانية. بس هو ليه وقته وليه روقانه كده، بالذات في الصيف، ان هو الالبوم ده نازل في الصيف، ده معاد صح جدا، ده تروق بيه دماغك، ما تستناش بقى تراك جامد. اصلا التايب كله شرقي، فانت مستني ايه من تراكات شرقي؟ قال ان هي بيبقى فيها بارات وورد بلايز وبانش لاينز، ده اول مره انت جديد معانا هنا ولا ايه؟ انا بقى اللي مستني منه من حاجات زي دي ان هي تبقى فلو صايح كاتشي، خليني عايز احط التراك على ريبيت. تشامبيونز ليج كان كده شويه وكان عجبني، بس برده مش مستوى مروان. صاحبي عجبني، دخل البلاي ليست حطيته على ريبيت كده، وصاحبي ايش غير انا ومصلا، عجبتني الحته دي. بس برده حتى الميوزك فيديو هادي ورايق كده وصايع فاهم، مش محتاج بهرجه كتير، هو تراك هادي كده ونانانانا تين تين نانانانا بس. فبجد تراك حلو، هديله 0 من 10.
العصبي زي برج التوب. لا مش معزة انا الجوت. ويجز دي ويجز معزة وجوت وبتاع. بعدين قال لك لا مش معزة انا الجوت. ماشي ما هو ده المطلوب ان انت تبقى الجوت تبقى الجيتست اوف اول تايم. عملتش حاجه جديده يعني. ده المفروض كده كده ده مكاني. فصايعه برده شاهين كان اتكلم عن موضوع الجوت ده في السيري لما قال لك انت الجوت يا حسيت اني كروديا انا كروديا ولا ايه فاهم. قال له لا انا كده كده مش هقعد بقى اهري في الموضوع ده. هو ده كده كده ده مكاني. انا وديتها خدوا الكتاب مفتوح وطلبوا الجزء محذوف. برده صايعه برده اللي هو خدوا الكتاب مفتوح اللي هو انا كنت بالنسبه لهم كتاب مفتوح فهم خدوه وطلبوا جزء محذوف يعني سالوا عن حاجات مش موجوده في الكتاب حتى وانا عديتها فاهم. اللي هو ايه يعني عمال اديهم معلومات عني وعن الكتاب حتى لو انا كنت شايل نفسي وعمال اعدي فاهم. هي اوبنز اب لناس ما اروحش انا بطر انا جيها اسرع. مزيكا فيها دخله وفيها مطلع. مزيكا فيها دخله وفيها مطلع عشان مزيكا شرقي وكده. فاللي هو في دخله وبعدين في مطلع زي الطريق برده فاهم. وعجبني برده في مروان بار زي لا ما اروحش انا بالقطر انا جيها اسرع. لا كان ممكن يقول لك انا باجي اسرع من القطر. اللي بيفرق بين الرابر اللي بقاله سنين في المجال وفاهم ازاي البار يطلع سريع وبين الرابرز اللي لسه مبتدئ. يعني هتلاقي رابرز مبتدئ بيقول لك انا هجري اسرع من القطر انا فاهم ويقعد بقى يكسر تشيل يا مان ما روحش انا بالقطر انا جريها اصلا فاهم. اسهل يعني بكتير. لفها من حته كده شويه بس بقى وقعها على الودان اسكى. طب كفانا كلام عن مروان موسى تعالوا نتكلم عن اهواجي بتاعت عفروت. اوكي هي اتصورت في حفلته اللي كانت في السعوديه اللي كانت مع ويجز وديزي تراك برود باي كريم انزو. طبعا احنا موضوع القهوجي ده عفروتو قتله بحثا خلاص اتكلمنا فيه مليون مره. بس اللي هو ايه لا برضه انا كنت قهوجي وبقيت نجم. ركز ركز كنت قهوجي وبقيت نجم فاهم. فايه انا جاي انت تعرف ان انا كنت قهوجي. بص اصلا انا فاهم انا كنت شغال في مجال الكافيهات والاب. دي حاجه كويسه دي ان يبقى عندك توبيك بيتكرر في تراكاتك ومهم لشخصيتك كارتست ومهم للناس اللي بتسمعك. دي مش حاجه وحشه. مش حاسس ان الموضوع وحش. كل الرابرز عندها موضوع تقعد تعيد وتزيد فيه في كل اغانيها. كنت قهوجي دلوقتي النجم وماشي واخد فايب اجنبيه شويه. حاسس بحته ويكند على ترافيس مش عارف يعني الحان ويكند مع اتيتيود ترافيس فاهم. في ميكس غريب كده. هو عموما ما بيتعملش كتير في مصر. عفروتو ما عملش تراك زي ده قبل كده فهو في تجديد مختلف. بس لا انا ما بحبش التجديد مع عفروتو بالذات. انا في نوعيه تراكات معينه بحبها كمل فيها يعني. زي مثلا ماري زي سان ستيفان فالنتينو زي هنفنزو. انا بحب الحاجات دي جدا معه. بس فاتمنى ان هو يركز فيه. بس برده التراك ده مش حلو جدا. مين زقك لما بتزيد بتسخف اتعدك بتسخف فلو هنا صايع حلو. عفروتو بيعمل يعمل فلوهات كاتشي جدا. هو اللي دخل الحته دي السين يا جماعه. فروتو ده لما طلع كان في حاجات زي التراك ده وحش والكلام ده. الفلوهات اللي كان بيعملها دي كانت خطيره كانت خطيره وما كانش في حد بيعرف يعملها في السين زي. وبغض النظر عن التراكات اللي هم نزلوها اخر فتره راس مال كانوا لسه عاملين حفله في استاد القاهره. كانت راس مال سيزون 1 كان معاهم الضبع وكان معاهم انزو وكان معاهم يونيو ومروان موسى وفروتو هم الخمسه. والحفله كانت لذيذه كان فيها حاجات كتير محتاجين نتكلم عنها زي مثلا فكره الستيج ال 360 او 360 اللي هو ستيج مدور والناس حواليه من كل حته مش ستيج وقدامه الناس واقفه. دي كانت مختلفه. احنا ما بنعملش الشكل ده في الحفلات كتير. هي محتاجه بس ان الارتست يتعلموا ازاي يوفروا طاقتهم على الستيج اكتر لان هم بيجروا كتير قوي بيتنططوا كتير قوي فهتتظلم. لو هتبقى واقف في حته شويه وبعدين لا عايز اقف هنا وعايز اقف هنا وعايز اقف هنا فهتبقى قاعد بتلف حوالين الستيج. فممكن وقفت حته هنا شويه اللي ورا مش هيشوفك فهيتضايق. فلو جيت في اغنيه انت بيحبها وانت واقف هناك لا انا عايز اشوفك يعني. فده بيتطلب مجهود كبير ان انت تعرف توازن بين الزوايا بتاعت الستيج كلها. الحفله كانت طويله جدا. الحفله بدات الساعه 5 وخلصت الساعه 12. وصدق او لا تصدق مروان وعفروتو كل واحد فيهم مغني من 25 ل 30 تراك وكان لسه فاضل بتاع 10 تراكات في اللاين. مثلا 5 لمروان و5 لعفروتو. تراكات زي البوصله ضاعت زي شيراتون زي فرق خبره زي في وجودي خربت زي من مفيش زي قدري. التراكات دي كلها ما اتغنتش. ما اتغنتش في الحفله. يعني احنا الحمد لله الحينا مش بالحظوظ وتسلا فاهم. الباقي ده كله ما سمعناهوش. فلو انت متخيل تقدر حفله لعفروتو ومروان موسى ما تسمعش فيها البوصله ضاعت وفرق خبره وشيراتون ليه بقى؟ لان الوقت ما كفاش. لان احنا بنغني تراكات كتير جدا. في تراكات كتير منهم ما كانش ليها لازمه لانها لسه نازله لانها قديمه قوي لانها مش احسن حاجه تغنى على الستيج. كان في لحظات مش احسن حاجه. بس عفروتو لما غنى مريض وسان ستيفانو وكندا انا انبسطت جدا. مروان لما غنى مصر الجديده وشهر 12 ونهايه العالم اعلى لحظات في اللاين بتاعه. يونيو انزو والضبع عمل شغل محترم جدا. في تراكات كتير للضبع غناها في الحفله انا كنت مستنيها. وفي تراكات كتير ما غناهاش واتضايقت. وفي تراك ما كنتش اعرفه عجبني فسمع
سمعته بعد الحفل، وكذلك يونيو وانسو. مشكلتي بس في حاجه واحده، الدنيا كانت زحمه زياده عن اللزوم، التنظيم ما كانش افضل حاجه، كان في مشكله في الميه تقريبا، والناس كانت بتتكلم كتير في الموضوع ده، وكان كل شويه هنجيب لكم ميه هنجيب لكم ميه، وجيت ميه فعلا، والناس بقت بتوزع ميه ببلاش على الناس مش بتتباع، فدي حركه تحتسب ليهم، بس كان المفروض ان ده يحصل من اول، فما تعملش المشكله دي. ما حبيتش برده ان كل واحد فيهم معاه مايك وعمال يتكلم كتير، كان بيسبب مشكله في هندسه الصوت اصلا. يعني احمد جي كان ماسك هندسه الصوت، وكان كل شويه تراك يفصل وبعدين يشتغل تاني، او المايك يفصل وهو بيغني، كان في حاجات كتير تكنيكال محتاجه تتظبط. واخر حاجه واهم حاجه ان الموكيت اللي كان محطوط على الارض كان مطرب، كان مطرب تراب كتير، كان قديم، فكانت الناس بتتنطط عليه في الاغنيه، التراب بيطلع في وشنا بيعمين، فدي كانت بصراحه سقطه مش لذيذه خالص. ولكن بشكل عام الحفله كانت حلوه جدا، راس مال تحت بجد فجاه ممكن اديها 2 من 10. انا بقى هعمل في الثامب نيل كده وراس مال تحت، وهكتب في التايتل افروتو ومروان اسوء رابرز في السنه، والناس بقى هتخش وتضايق، اللي هو انت ازاي تشتم مروان كده وازاي بتهاجمه وبتنتقده معاه، بعدين بقى هيخش ويلاقوني بكلم عادي جدا ومش متضايق ولا حاجه. بس دي طريقه افروتو ومروان استخدموها في الحفله بتاعتهم، قعدوا يشتموا بعض على الاستديو بيهزروا وبتاع، انا اخدت الفكره منهم وعملت بيها كليك بيت. شكرا يا شباب. هو عجبني جدا فكره ان افروتو ومروان كانوا بيبدلوا، لانها فكره سهله ان انا فكرت فيها، اللي هو مين اسمه هيتحط الاول او مين هيكمل في الاخر، بعدين لو كل واحد فيهم هيعمل لاين طويل جدا ازاي هيكمل الفتره دي كلها. الطريقه اللي استخدموها ان كل واحد 7-8 تركات او 10 تركات، وبعدين يبدل مع التاني، وبعدين ده يبدل وبعدين ده يبدل، حتى عملوا منها افات كانت لذيذه لما كانوا بيبدلوا ويديله شاره الكابتن وبتاع، كانت فكره لذيذه انا انبسطت بيها. بس في حاجه ضايقتني، هو ان انا عرفت ان الحفله الجايه لمروان موسى هتبقى في 2023، وبعدين رن في دماغي بار من تراك واحده من مليون، وتشاير برده على السوشيال ميديا فاخدت بالي منه، وهو احفظ شكلي بعد الصيف ده مش هتشوفني، اخر 5 سنين فاتوني زي الكوبري، سنين شبابي قدام عينيا بتفوتني. افتكرت ان مروان هيعتزل، بس اللي باين ان هو بعد ما هينزل بقى التراكات دي كلها والالبومات والكليب بتاع احمد والكلام ده كله، هياخد فتره راحه لحد السنه الجايه. وبصراحه يعني هو اصلا الشغل اللي هو عمله في السنه دي كفايه، هو عمل كل حاجه تقريبا، هتات كليبات كانت حلوه حفلات كل ده هو عمله، اظن ان هو ممكن يسافر او حاجه يريح شويه ومش هيبقى عيب بصراحه، هو عمل اللي عليه. اتمنى بس ان هو ما ينطفيش ويعتزل بقى والجو الفكسان ده، عشان ايه مش ناقص بصراحه، لان هو فعلا لو جينا نتكلم فراس مال السنه دي، سواء مروان سواء عفروتو سواء حتى الشباب الصغيرين، بس بالذات مروان وعفروتو شغالين صح جدا. البومات سان ستيفانو والاربع اي بيز بتوع مروان، ما الواحد ما يقدرش يتكلم، فاهم؟ اكتر 2 اشتغلوا السنه دي تقريبا، كليباتهم على مستوى عالي، تركات راس مال السنه دي تحت، اديهم 1 من 10. لا لا لو بنتكلم جد هم من احسن رابرز السنه من قبل ما تخلص. خلونا بقى نشوف الموضوع ده هيرس على ايه في الفتره الجايه، لما كليب احمد ينزل ممكن حد فينا يبقى عامل له ريفيو بقى رميح او حاجه، لان انا مش عايز اعمل ريفيو دلوقتي للاوديو وبعدين الكليب ينزل فمش هتبقى حلو، ولا اعمل ريفيو للاوديو ولا اعمل اتكلم رميح. بس كيف رميح قال لي اعمل حلقه؟ طب استنى تعالوا نسمع احمد قبل ما تقول احمد السقه مش احمد القه، انا بحلق اوكي بتشوفني تقول احمد السقه. اولا احمد السقه دي ممكن تبقى نكش لاب، تمام؟ فهنحط الموضوع ده على جنب، مش احمد القه، فهو يعني شال السين من هنا والقاف من هنا وبعدين ايه قام بدل، بعدين بحلق للحلوه عشان بحلم بالاحلى، بيحلق للحلوه عشان بيحلم بواحده احلى منها. الاهتمام وتحسب بقى مين ابتدى الساعه كام، تعمل سيرش في القديم وتزود البنات. اوكي دي مشكله مروان مع النساء كتير طبعا اللي في حياته، لان على موبايله في حريم بالهبل زي ما احنا عارفين. اللي حلق لها دي بقى حست بعدم الاهتمام، ابتدت بقى تركز معاه وتحرق بنزين وتفهم تصدعه بقى، واللي هو ايه انا مش فاضي لك، انا نجم وعندي حاجات كتير مهمه بقى، فانا قاعد بتفرج على الماتش، ممكن كفايه بقى، ممكن كفايه تكسكه ياي، مش ممكن كنبه متابع الماتش بشرب الساقع مش سامع الراتش، صوتها بيعلى بحاول ما اغلطش. شوف اهو بس كان هيقوم يضربها كمان، فاهم؟ هو بيشرب حاجه ساقعه مش سامع بقى اللي وهي عماله تعلي صوتها، وهو ماسك نفسه بالعافيه، وبعدين حبيبي عشان ما تتعصب علينا احنا وهو بيحكي لنا، معرفش ليه. فهو ده انا حسيت ان انا دخلت في قصتهم قوي، مش عارف ليه. شكرا، انا مش عايز اعرف حاجه. مش للنورمي بطل تذكرني، انزل السوق مش هتعرف تذكرني، الناس بتحبني الميديا بتشكر. ايه البرده دي حلوه؟ ده مش للنورمي بطل تذكرني، ما تجيبش سيرتي، ما تذكرش اسم، ما تذكرش اسم، بعدين انزل في السوق مش هتعرف تذكرني، مش هتعرف تذكر عشان انا مخدرات، عشان انا نادر، مش هتعرف تجيبني، فاهم؟ والناس بتحبني والميديا بتشكرني، باشا كل عيش ما تركزش مع فرني، لو كل العيش ما تركزش مع الفرن اللي جوه اللي مليان ده، كل عيش بس وخليك في حالك. فرصه واحده فيش غيرها، بيقولوا الصوره ب 100 كلمه، استنى الكلمه ب 100. اوكي
فوق زواج مفيش غيرها بيقولوا الصورة بمئة كلمة، هو ان الصورة معبرة بس انا الكلمة بمئة صورة، عشان انا فنان وكاتب كلمات وسونج رايتر، فانا كلمتي بمئة صورة ليها مليون معنى انت ممكن تفهمه، وانت صورتك عليها مئة فلتر عشان يعدل خلقة امك دي، وفي الاخر مش هتتعدل عشان انت فاهم كده، فاهم هو بيتنمر عليه، انت صورتك مليانة فلاتر يعني، انت فيك ايه؟ بص ايه الكلام رسوني بادئ بطبخة هجومي ايه بطل. مش عارف حسيت الفلو ده شبه حاجة سمعتها لعفروتو قبل كده في تريك ايس تاور، ما كان بيقول لك ما تعملش عنتي ايه لو نارك لوك ومكسيكو، لا يا عجوز عنكي وقت بتخيبه وانت مين ويش ايه يا لا دو، حسيت ان هو زي ده ايه الكلام رسوني بدأ بخط معجومي ايه وو، يعني نفس الفلو في تشابه شوية بس يعني مش عايز اوقع بينهم هم جاي كده اخوات يعني فاهم، حتى لو خدوا فلوات من بعض ده مش هيفرق معهم في حاجة. استنى مين اللي حاسب على الكلام ده؟ تراكي في المناصب بينزل بالسم فاهم، قاعد يجري كده يا عم استنى مين اللي حاسب على الكلام ده؟ اللي هو في النص في ايه؟ ايه الزحمه دي كلها؟ مين اللي حاسب على الكلام ده كله؟ مين اللي عامل الكلام ده؟ المجهود ده ببلاش حضرتك، البراد دي كلها كده هتروح على الارض. عجبتني الحاجه زي فريق تعبان بيلعب سله لعبتك باينه بس ما حدش بيعلق، لو تحقد عليا وانا بحط زي فريق تعبان بيلعب سله لعبتك باينه بس ما حدش بيعلق، لو انت انا فاهم لعبتك بس ما حدش بيعلق الكره في السله عشان انتوا فريق تعبان، فلما تلعبوا السله ما حدش فيكم بيعرف يعلق، في نفس الوقت ما حدش بيعلق ما حدش بيكومنت محدش بيدي رأي فيكم لان انتوا تعبانين. بعدين بقى بيحط الاوتروز بتاعت عادل الاحتراف دي وانت المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه والكلام ده، هو كلام جميل وكل حاجه تراك حلو بس الناس مش هتركز معاه للاسف بسبب الحته بتاعت احمد السقا مش احمد القا، بصراحه مش حلوه خلينا بسرعه ومش مش حلوه بمعنى اللي انتوا بتفهموه اللي هو حلوه جدا 0/10، لا هي مش حلوه بجد مش عجبتني. فده كان رايي في التراكات اللي فاتت من عفروت ومن راس مال، مش عارف احنا ما اتكلمناش عن مريض صح؟ مريض جامده فشخ كده كده يعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عنها ادمت بصراحه، فنتمنى لو في كليب بقى يبقى رميح يعمله او هنبقى نشوف بقى هنعمل ايه. بس كده خلصنا كلام عن راس مال وعن اخر اصداراتهم، فاضل بقى من البومات مروان وعفروتو هنبقى نعمل له حلقه ثانيه، اتمنى ان يبقى الشغل محترم كده ونلاقي ارقام وتركات جامده كده وحاجات. بس شكرا للمشاهده، ما تنسوش تعملوا فولو لرابسين وليا في كل حته وتتفرجوا على اللي فات وتتفرجوا على اللي جاي، كان معاكم فارس من برنامج بريك داون، نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه، مع السلامه.